السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في خضم القرارات الصعبة وكيف أتعامل مع مثل هذه القرارات، كان قراري أن أنا أذهب إلى بريطانيا لعمل امتحان المعادلة في نوفمبر عام 1977 بعد ما تخرجت من الكلية. عام 1976 أنا ذهبت لبريطانيا في مدينة اسمها أبرستويس أقضي أجازة الصيف، وكان أتعامل أنا يعني مش عقد يعني تمرين في مؤسسة في المستشفى اسمها مستشفى برونغلايس في مدينة أبرستويس في ويلز. أما رجعت وخلصت الامتياز خلاص حزمت أمري وتكلمت مع الوالد ومع الوالدة، والوالد الله يرحمه اداني مبلغ من المال عشان أصرفه عليا لغاية ما انتهي من عمل الامتحانات. ركبت طيارة مصر للطيران وكان معايا التأشيرة ورايح برضك نفس المستشفى عشان أتمرن هناك. وأنا في الطائرة، وده شيء حقيقي ومهم جدا لابد نعرف كيف نتعامل معه، شعرت بأننا لن أرجع لمصر مرة أخرى. واستمرت الرحلة منذ أن أقلعت الطائرة إلى أن نزلت الطائرة في مدينة لندن في مطار هيثرو قلت حوالي 4 ساعات أو أقل حاجة بسيطة، في بكاء وفي نحيب مش عارف المصير. قرار أنت اتخذته لكي تذهب إلى معالم مجهول، إن القرار هو الذهاب والمخاطرة إلى أن تعيش في عالم مجهول من أجل الحصول على العلم أو من أجل الحصول على الرزق. هذا ما كانش أول قرار في حياتي أنا أخذته. أنا القرار اللي قبل كده أنا ذهبت مع والدي في عام 1996 لليبيا واستمرت هناك، هذا كان القرار الثاني، وكنت أنا بقى أنا وحيد يعني بعد من 73 لا من 66 77 11 سنة بعد القرار الأولاني. ونزلت عالم مجهول، قعدت في لندن يومين ثلاثة وبعدين نزلت لأبرستويث عشان هذا المكان اللي في المستشفى عشان اتمرن فيها، ما اعرفش حد هناك الا فلان وفلان اللي في المستشفى، وبقيت محتار اجر مكان فين، لان بقى اصبح الفلوس اللي معايا بتقل كل يوم، اصبح مسؤوليه سفر، اصبح مسؤوليه غربه، اصبح مسؤوليه دوء الخوض في الامتحانات، اصبح مسؤوليه المذاكره، اصبح مسؤوليه اطعام نفسي. كل هذه الاشياء حدثت مع بعضها مجتمعه الى ان سكنت في بيت في 5 ألكسندرا رود، في 5 شارع ألكسندرا في مدينة أبرستويس قدام محطة القطارات، ولو كان الست اللي صاحبته كان اسمها اللي هي ميسيس جينكنز، وكان ست امرأة محترمة جدا جدا كانت أرملة وليها بنتين صغيرتين 16 و18 أو 15 و17 حاجة زي كده. هنا الموضوع اللي نتكلم عنه هنا هو مش موضوع الفلوس اللي ادتها بي ادها لي أبي، ومش موضوع اللي هو السفر في الطيارة، موضوع العيشة والمعايشة في مجتمع لا تعرف عنه شيء وأنت متحمل مسؤوليتك الشخصية وحدك وليس لك دخل، والشيء الوحيد اللي عليك أن تعمله أنك تنجح في الامتحان. فأصبح المذاكرة والاجتهاد شيء، وكون الإنسان بيصنع من خلال سلوكياته من خلال أخلاقياته العلاقات ما بينه وبين زمايله في المستشفى، ما بينه وبين رؤسائه في المستشفى، ما بينه وبين صاحبة البيت، وما بينه وبين المجتمع الغريب اللي هو بيعيش فيه. هنا في سلوكيات أخرى مثلا لابد يتعلم أن يعيش معها، أنه يصل كل هذه الوصلات مع كل هذه المكونات داخل المجتمع البريطاني اللي هو طبعا ما كانش إنجليزي في نفس الوقت، كان هو مجتمع في ويلز. وده كان مؤلم جدا عليا لان كنت منشغل في المذاكره، ولكن في نفس الوقت كنت عايز ابني هذه العلاقات بين الاخرين عشان يكون سلوكي المجتمعي يعني في تعاون، ناس تساعدني، ناس تعلمني، ناس ترشدني الى اخره الى اخره الى اخره. والحمد لله مرت الايام ونجحنا في الامتحان بعد 5 مرات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.